شو أفق الأحداث الراهنة في الأراضي المحتلة؟ وهل اللي عم بيصير بداية حرب إقليمية أو ربما عالمية؟ أم خطوة باتجاه التهجير؟ أم خطوة باتجاه التحرير؟ وهل هي الخطوة كانت عبثية وعشوائية وغير محسوبة مثل ما بعض الأصوات طلعت تحكي؟ وشو علاقة هي الأحداث بمواضيع آخر الزمان؟ رحب فيكم بحلقة جديدة من سلسلة مأدبة الرعب. اللي صار باليوم الأول يستحق التأمل، خلينا نقول من ناحية التكتيكات ومن ناحية يعني حتى ما يذكرنا بالمثابرة الحثيثة اللي كان أو اللي استخدمها بعض الأسرى يوم الحفر بالملاعب، إلى الأحداث الراهنة من إطلاق البجع للتحليق من الجهة الشمالية وإطلاق أجهزة الإنذار، إلى تحليق الرجال طبعا بالمناطيد. يعني هاي مرحلة جديدة فيها مستوى جديد من التخطيط والتكتيك والتنسيق بشكل عالي وبشكل ملفت جدا للنظر. ولكن كمان الملحوظ من ناحية أخرى أنه ردة الفعل كان فيها الكثير من الغضب، بس بنفس الوقت فيها مساعي واضحة باتجاه التهجير بشكل يبدو أنه مقصود وعلني ومسبق التخطيط كذلك. فهل كان في دراية مسبقة أم هي ردة فعل؟ هل صحيح أنه من شهرين طلع مستشار رئيس وزراء الكيان وتكلم بموضوع التهجير، بس أنا لا أعتقد أنه التخطيط كان يعني عمره شهرين فقط طوال. لا، بالنسبة لموضوع التهجير هذا موضوع واضح أنه مقصود، ويمكن أقل تأثير من سنتين، وفي فيديو صغير في إشارة لهالشيء. يعني هذا الفيديو أساسا عمره سنتين، خلينا نحضر. النكبة الثانية انتهيت، أنا تكو النكبة الثانية بخنبلي كي تكو. من ناحية تانية الخطوة الأولى كانت كذلك مسبقة التخطيط، وهذا الشيء واضح من المعطيات التنفيذية والتنسيقية اللي لا يمكن تكون وليدة اللحظة أو حتى وليدة فترة قريبة. طيب شو الأسباب اللي دعت الشباب أو الرجال إلى القيام بهي الخطوة؟ في أسباب لهي الخطوة كفكرة من الأساس، وفي أسباب تتعلق بتوقيت هي الخطوة. طبعا أنا هون ما عم بحكي معلومات، أكيد أنا عم بحكي مجرد تحليل، بس أتوقع أنه واضح. الفكرة بحد ذاتها هي تجربة ميدانية عملية تبنى عليها وعلى معطياتها دراسة ميدانية أوسع وأعمق لليوم اللي راح يؤخذ فيه قرار التحرير الشامل. وميدانيا التجربة أثبتت نجاح أكبر مما كان متوقع. لا، راح نيجي لموضوع الخسائر وردة الفعل والأثمان المترتبة، ولكن من الناحية الميدانية أثبتت نجاح أكثر مما كان متوقع حتى باعتراف محللين من الكيان نفسه. من الأسباب كذلك اللي وضع حد لملف الأسرى وبالأخص اللي صاروا بوضع صحي سيء، والإعلام ما بيضوي على مأساتهم حقيقة على الإطلاق. من الأسباب كذلك تعطيل المدن الساحلية اللي أدى يعني لشل الحركة الملاحية التجارية للكيان، ولليوم هن فاقدين السيطرة عليها. هذا بالنسبة للأسباب اللي بتتعلق بالفكرة بحد ذاتها. بالنسبة للتوقيت أو أسباب التوقيت، فإضافة إلى وجود خطة من قبل الكيان تستهدف أو تهدف إلى نكبة جديدة، وبالتالي أي حديث عن خسائر أو ردات فعل عنيفة هي أصلا تحصيل حاصل بجميع الأحوال. بيفرق فقط التسويق الإعلامي خصوصا في الغرب، واللي أساسا تم تزييفه باعتراف أمريكا، وهذا دايما كل الحروب يعني قبل العراق وقبل أفغانستان وقبل سوريا صارت معروفة أصلا وراح يكون في تزييف وبروباغندا بجميع الأحوال. وبالتالي لا مفر من وجود ضحايا حتى يعني بشكل غير منطقي، يعني بمقاييس ردة الفعل أو الثأر أو شيء. يعني أثناء تحضيري للحلقة امبارح كان حصل القصف على مستشفى المعمدان اللي أساساً هو تابع للكنيسة، يعني كل أنواع الانتهاكات سواء. فبالعودة إلى أسباب التوقيت، كلام
مستشار رئيس حكومة الكيان من شهرين بيّن لنا أنه نحن قريبين من موعد تنفيذ هذا الخطوة، ولكن هن كانوا بفضلوا أنهم يوسعوا دائرة التطبيع لتشمل دول ذات وزن بالعالم الإسلامي، وهالشيء لإعطاء صبغة أو لإعطاء صبغة شرعية على اللي عم يعملوا هلا. بس أيضا في سبب توراتي المذكور في العهد القديم. خلينا نقرأ هذا النص ونرجع لشرح. وسيثبت عهدا مع كثيرين لأسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الأضحية، وعلى جناح الأرجاس يأتي من يصنع الخراب حتى يسكب النهاية المقضية على المخرب. النص عم يحكي عن حاكم ظالم في الأرض المقدسة يقوم بإبرام اتفاقية أو ربما هدنة أو حلف عسكري أو شيء من هذا القبيل. يعني النص بطريقة تانية ما وضح إذا مع حلفاء أو مع أعداء، وتستمر أو المفروض أو كان مقرر أنها تستمر لمدة أسبوع. نحن سبق وقلنا أن أسبوع يعني بالمصطلحات التوراتية تأتي بمعنى 7 سنين وليس 7 أيام، أو ممكن تأتي بمعنى أسبوع يعني، ولكن في الغالب هي يقصد منها 7 سنين. وفي وسط هذا الأسبوع يتم الاعتداء بجناح الأرجاس، يعني جناح التدنيس أو جناح الدناسي. بطريقة تانية يبدو أنه يتم الاعتداء بالطيران العسكري للكيان على مكان مقدس. هلا في إشارة بالعهد الجديد في سفر متى إلى هذا الموضوع، يعني ما يعرف بمصطلح رجسة الخراب. بيحكي أنه رجسة الخراب تكون في المكان المقدس وليفهم القارئ، يعني وكأنه النص عم بيقول أنه القارئ العادي للكتاب المقدس ما رح يجي بباله لما يقرأ هذا النص وشو هو هذا المكان المقدس المقصود إلا ليتمعن ويتفكر. يعني أول شيء نعوذ بالله من أنه يكون المسجد الأقصى، ولكن قد يكون هذا فعلا المقصود. على جميع الأحوال اليوم اللي رح يصير في هذا الاعتداء على هذا المكان المقدس رح يكونوا ارتكبوا الجريمة اللي رح يترتب عليها نهايتهم بحسب النص. ونحن ملاحظين بآخر سنتين كان في تكثيف شديد لموضوع التهجير والاستيلاء على المنازل في القدس تحديدا، إضافة إلى اقتحام المسجد الأقصى المتكرر. والموضوع على فكرة يعني مرتبط بمسألة خطيرة، هو بحد ذاته فعل خطير، خصوصا محاولات الحديث لمنع المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى والأخص في شهر رمضان. بس الموضوع مرتبط بمسألة جدا خطيرة، وهي مسألة البقرات الخمس الحمر اللي شحنوهم بالجو من أمريكا، واللي استخدامهم يعد ضروري جدا للدخول في الهيكل بحسب طقوسهم، يعني بحسب معتقداتهم. المفروض انه يذبحوهم ويحرقوهم على جبل الزيتون قبل الدخول الى الهيكل، وبالتالي يعني وجودهم يدل على انه هذا الخطر على المسجد الاقصى بهي الفترات يعني اكبر من اي وقت اخر بكل التاريخ الحديث. طبعا الاقتحام الاخير في المسجد الاقصى كان كذلك في رقص واعمال لا تليق ادبا حتى بدور العباده، وهي شغله لها تاريخ ديني وتوراتي ايضا معه، وبالمناسبه يليها عاده عذاب الهي. هذا الشيء راح نحكي عنه ان شاء الله بحلقه راح نحكي فيها عن الموضوع السامري، وانه يعني في ارتباط بين النقطتين، وانا كان ببالي موضوع السامري انه نحكي فيه لانه في كذا شخص سألني انه هل السامري هو الدجال او يتعلق بالدجال، فراح نجيب راح يعني ناتي على ذكر موضوع تدنيس الارض المقدس او المكان المقدس وما يترتب عليه من عذاب الهي حتى في التاريخ التوراتي. الكل عم يتساءل ليش الحلفاء في المحور ما دخلوا باكثر من المناوشات لهلا.
هذا الموضوع يعني انا بفضل انه نناقشه بالتعليقات لسببين. اولا انه من هون لتبث الحلقه يكون يعني لسه في عندنا مونتاج ولسه في عندنا ترجمه، ما بنعرف شو ممكن يصير، يعني ممكن يعني في تصعيد اساسا يعني يزيد يوم عن يوم، هذا لا يستثني الجهه الشماليه، فبالتالي كل الاحتمالات من هلا مفتوحه، ففضل انه نناقشها بالتعليقات كذلك عشان ما نطول الحلقه لانه المسألة بدها شرح. باقي اهم نقطه اذكرها، وان احنا بالحلقتين الماضيه حكينا عن الاسبوع التوراتي اللي يبدا بال 2015 وبدا بال 2015 مع بدايه سنه 5776 عبري، وانتهى السنه الماضيه في بدايه 1444 هجري. ونحن سبق وقلنا ب 2021 انه نبوءة 2022 حساباتها دقيقة وصحيحة، ولكن فهم الشيخ بسام لهي الحسابات ومدلولة هو الفهم، يعني هو فهم خاطئ بعض الشيء. هذا الشيء قلناه ب 2021، وقلنا انه في قلنا بالحلقتين الماضيين وبالحلقه يعني من قرابه سنه انه في نبوءه توراتيه تحققت بال 2015 او بال 5776 عبري في عيد المظال، اللي هو اساسا عيد مدته سبعه ايام يليها يوم فيه عيد اخر ثم الدخول لاول مره الى الارض المقدسه. وقلنا انه هذا الشيء له رمزيه على الاسبوع التوراتي يلي يبدا من 5776 وينتهي ببدايه 1444 اللي هن سبع سنين طبعا، وكذلك اللي اشرنا الى التجام العددي 5776 اللي يعني تقبل القسم على 1444، وشرحنا ذلك كثير من الدلالات على يعني على مسار حلقتين كاملين. وقلنا انه من بعد 1400 او من بعد بدايه 1444 الى هي الايام كانت سنه كارثيه جدا على المستوى الداخلي للكيان. ونحن هلا قلنا يعني بسنه 1445 يعني بعد انتهاء الاسبوع واليوم الزائد، منلاحظ انه الشعار اللي كل الناس رفعته واستخدمته في اليوم الاول من الاحداث الراهنه اللي كانت او هو كان الايه الكريمه ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. لاحظوا التناسق العجيب بين الاحداث وبين دلالات الوقت وارتباطه بالنبوه. يعني تقديري وتأويلي لهالشيء، أمة من قرابة 2 مليار لو دخلوا مع الداخلين لغلبوا، وأنا ما عم أقلل إطلاقا من أهمية الحرب الإعلامية اللي عم يكون فيها ملايين من الناس عرب أو مسلمين أو غيرهم، يعني في وجه الحرب الإعلامية اللي تمول بعشرات وربما مئات المليارات سنويا، هذا شيء له دور أساسي بهالمرحلة الحاسمة والمصيرية. ناس اليوم فاقت ووعيت ورجعت للحمتها ووحدتها وصححت بوصلتها، والأمة على موعد مع آية وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى نلقاكم.